هنروح لموضوع تاني، والحقيقة حضراتكم أكيد بتتابعوا إن هيئة المجتمعات العمرانية في الفترة الأخيرة بتقوم بتوفير مشروعات خاصة بالإسكان الاجتماعي، والحقيقة المشروعات دي مستمرة وبصورة آمنة، وعشان كده وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وعشان كل اللي بيحصل ده هيئة المجتمعات العمرانية فازت بالفعل بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للعام الحالي اللي هو 2021. محتاجين نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الجائزة ودي ومعناها إيه. معانا دلوقتي مهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان. يا باشمهندس مساء الخير. مساء النور يا فندم، مع حضرتك أهلا وسهلا بك. أهلا بيك. يعني إيه الجائزة دي بس عايزين نفهم؟ يعني خليني أول أقول ألف مبروك للشعب المصري والحكومة المصرية والقيادة السياسية وهيئة المجتمعات على الجائزة اللي هنقول هي إيه. هي طبعا تعتبر أكبر جائزة عالمية في هذا المجال، مجال التنمية المستوطنات البشرية والمجتمعات العمرانية. هي جائزة بتعملها الأمم المتحدة كل سنة. السنة دي الحمد لله فازت بيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمستوطنات البشرية، الجائزة سنة 2021 في مجال تطوير العمران المستدام. والحمد لله يعني عايز اقول لحضرتك يعني بمنتهى السعاده والفخر كمصري ولكل مصري انه يفتخر انه من بين 170 دوله تم اختيار مصر وممثله في هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده بالاجماع على جهود الدوله المصريه وجهود هيئه المجتمعات في تنفيذ مجتمعات عمرانيه حضريه مستدامه متكامله الخدمات وتوفير سكن لائق لكل المصريين متكامل الخدمات وتطوير المناطق العشوائيه ورفع عن كاهل المواطن اللي كان بيعاني في المناطق العشوائيه من فقر في الخدمات بتطوير مجتمعات عمرانيه جديده وسكن في كل المشروعات اللي بتنفذها هيئه المجتمعات. القادم بقى يعني هيئه المجتمعات العمرانيه بعد الفوز بهذه الجائزه اكيد هتقدم شيء مختلف، يعني برضو خدمه افضل، ايه بقى هو القادم؟ طبعا يا فندم يعني لا تكل ولا تمل وزاره الاسكان وهيئه المجتمعات عن عمل مشروعات ضخمه. يعني نقول امثله بالارقام علشان الساده المشاهدين اللي شاهدوا حضرتك انه في بدايه عام 2014 كانت موازنه هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده بالكامل لسنه 2014 7 مليار جنيه. النهارده موازنه هيئه المجتمعات 170 مليار جنيه، فده ان دل فانما يدل على اهتمام القياده السياسيه على تطوير المشروعات وتقديم الخدمات. عايز اقول لحضرتك انه طبعا تم اختيار الهيئه على معايير كتير، اهم المعايير دي طبعا رقم واحد ان هم تطوير مجتمعات عمرانيه، هيئه مجتمعات شغاله على 25 مدينه جديده من مدن الجيل الرابع، والمعيار الثاني ده المهم توفير فرص سكن وتوفير فرص سكن بديل لسكان العشوائيات وتطوير حياتهم وتطوير حياتهم الاجتماعيه بالخدمات وتوفير فرص عمل ووظائف وخدمات واستثمار في جميع محافظات مصر، احنا مش بنتكلم بس على منطقه سكانيه طبعا. والاهم من ده كله خطه مصر للتنميه المستدامه 2030 طبعا اللي هي هدفها الرئيسي كان زياده المعمول السكاني من 7% اللي احنا كنا عايشين فيه بقى لنا سنين العمر توصل لحد 14%، مضاعفه المعمول السكاني. ده اللي الهيئه شغاله عليه الحقيقه، بتقوم بدورها فيه من طبعا مع جميع الجهات المختصه في الدوله من جميع الوزارات في تطوير مجتمعات عمرانيه ومساعده المجتمعات انها تتواصل ببعضها عن طريق مواصلات ذكيه وطرق مرنه، طبعا بالتعاون مع وزاره النقل والوزارات المعنيه اللي بتنفذ جميع الخدمات والتنميه المحليه، تنفيذ شبكه من الطرق المرنه للمواصلات. عايز اقول لحضرتك ان احنا حاليا يعني بالتعاون مع جميع الوزارات بننفذ مواصلات داخليه حديثه، يعني يقدر المواطن يستفيد منها بدل قياده السياره مسافات طويله، يقدر يركب مواصله ادميه جوه المدينه ويستفيد بيها بالتعاون مع كل وزارات برضو مواصلات ما بين المجتمعات العمرانيه وبعدها. مش بس كده، احنا طبعا وده المهم جدا اللي اعتنت بيه الجائزه في التعيين الجائزه لهيئه المجتمعات، انه اهتمام الدوله بالصعيد مصر اللي كان مهمش فترات طويله جدا. دلوقتي في تطوير لقرى صعيد مصر، ده احد اذرع الدوله شغاله فيه في مبادره سياده الرئيس حياه كريمه، بالاضافه لكده جذب السكان اللي عايشين في الوادي الضيق بقى انها تطلع الاسكان للمدن الجديده. ففي 8 مدن بتتنفذ في الصعيد فعلا على مدار اخر 4 سنوات، الثمان مدن الحمد لله في مراحل منها انتهت وبقت السكان الحمد لله تلاقي فيها اماكن تعليميه لاولادها واماكن استثمار وفرص سكن محترمه وفي متناول الجميع. زي ما سياده الرئيس يمكن في اكثر من لقاء قال الوحدات السكنيه دي هتبقى يعني اكثر من ما تتخيلوا، فالمعروض هيكون اكثر بكثير من المطلوب علشان ما حدش يبقى عنده اي ازمه في الاسكان. فطبعا في وزاره الاسكان ممثله في هيئه المجتمعات شغاله على الخطه دي، في خطه وضعها خبراء وفي تخطيط للمدن كلها اللي شغالين عليها، ترابط المدن دي ببعضها بمواصلات موجوده مرنه، في نفس الوقت برضو الخطه الهادفه لتطوير المدن دي نفسها، يعني يكون في قواعد اقتصاديه، يعني من قبل ما انشئ مدينه الخدمات تكون موجوده،
قبل ما المواطن يدخل المدينه تكون في خدمات قائمه، يكون في ترابط بينها وبين مراكز المحافظات الام، وفي نفس الوقت برضو خطه تطوير الصناعه وتطوير الاستثمار في المدينه عشان توفير فرص العمل للسكان اللي هيجوا يسكنوا في المدينه. والاهم ان احنا اخيرا اصبح لنا صدى عالمي ملموس، يعني احنا كنا دايما انجازاتنا يعني لا يسوق لها خارجيا، انما ان يكون لنا جائزه عالميه حقيقة. فده معناه الحقيقه ان احنا بدانا الحمد لله نسوق لنفسنا خارجيا. بشكرك. صحيح الحمد لله. بشكرك شكرا مهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان على هذه الايضاحات.